بنعمي ديالي دابا غادي نمشيو ونشوفوا اخر الاخبار اللي كتقول بان ما هو افضل صحفي في الجزائر على مسمى مصطفى بونيف. البارح دار واحد تدوينه يعني يجب يعني ان يتحدث عنها، ودائما في اطار التاكيد ديال واحد العدد نتاع الاشياء التي وصلنا الى قناعات بخصوصها منذ ايام وشهور بل وسنوات، وتتاكد يوما بعد يوم، تتاكد يوما بعد يوم جابها فراس ولا لا ما جابهاش فراس ولا لا، لان التدوينه باقيه، وبالتالي داكشي مقصود، لانه لو كان خطا وارتكب من طرفه لتم تجويد الاذن، تم الاتصال به وقيل و و و و و و و ولا قيل له حيد من تما الحمار، ولكن خلوها يعني داكشي مقصود من عمي في اطار رد الفعل العبيط ديال النظام الجزائري تجاه السعوديه. يعني انا قلت لكم الاخوان كيكون واحد الخبر كيكون عندنا بخصوصه علامه استفهام، ولكن امتى كتاكد في ردود الافعال؟ ديما استنى ردود الافعال كتعطيك داك الخبر واش بالصح ولا ماشي بالصح. مثلا مشاش الجريحه السعوديه تعطل تما، خرجت اخبار كتقول بان ما هو كان كيستنى وكيحاول في بن سلمان يتلاقاه وان بن سلمان رفض ذلك. الخبر صعيب تاكد منه، ما عندكش انت معطيات ولا شيء ما عندكش، يعني غير هو خبر يقدر يكون استخباراتي، يقدر يكون خبر مسرب، ولكن ما عندكش الدلائل. حتى جاء هذا الشيء نتاع الامام الجزائري في ذاك الجامع وبعده مصطفى بوسبير، فيعبر بطريقه واضحه من طرف جزائريين وماشي جزائريين عاديين، راه بونيف هو دابا الوجه الاعلامي نتاع الجزائر. الا بغيتي تفهم النظام الجزائري تفرش في بونيف صافي، ما تحتاجش تقرا السياسه الجزائريه ولا تقرا شي حويجات عميقه جدا في الجزائر. نو ساهل، بغيتي تفهم النظام الجزائري سير تبع بونيف، ابو النيوف يعوق ما كاينش تحديات دابا من بعد بونيف. كما قلت لكم يعني الكائن المسمى تجاوزا كائنا، مزيريه ضحكات بلا. فالامر اذا يتعلق برد فعل تجاه بن سلمان والسعوديه، معناه انه القهره يا ابن عمي، القرصه يا ابن عمي، وباغيين دابا يضغطوا على بن سلمان بونيف. شوف لي العبط، باغيين يضغطوا على بن سلمان وعلى السعوديه باش بي ابو الانوف بي بو بو بو. باش تعرف السياسه ديالهم كي دايره. اشنو كتب هاد بونيف؟ هاد بونيف اول حاجه بعد اتهم غا بن عمي سميتو عليه بن سلمان بانما هو مجرم. الصحفي المتوج من طرف الجزائر والس عبد المجيد تبون ووزيرة الثقافة ورئيس البرلمان سيكوجين، هاد الصحفي هذا ديريكت كيتهجم على السعودية وكيقول بان الملك بن سلمان او ولي العهد بن سلمان مجرم. سعيد الحسن نتاع 5 دراهم بصحتك بلاتي تشوف، والله الا 40 درهم اخي، قلت حشاه عليا غلا عليا 40 درهم اخي. رجعت عند هذاك الحلاق اللي قلت لكم ما نرجعش عنده، علاش؟ باش نخلصوا الكريدي ديالو. قلت له غنرجع، رجعت عندك باش نخلص لك الكريدي اللي كتسالني، كيتسالي واحد الحلاقه ديالي وديال الولد، وما نعاودش نرجع عنده. ما كيعرفش يحلق والو، لا مازال كاين شي مشكل، ولكن بوكوس اخي مصطفى بوكوس والله العظيم شوف غير تفقس ليا تما مع راسك. اي حق انت راك دابا ملاهي مع الفقاس والفقاقس. مون لايت مرحبا. عيسى شوك تحياتي. ديك الجي بيبا. نرجعوا. اتهمه بقضيه تاع مجرم. كيفاش مجرم؟ ثم اللي خطيره في الامر واللي كتعطي يعني عوض النظام الجزائري والعبط ديالو، هاد ليماج ديال هاد السيد هذا
يقول ويحض ويحث النظام الجزائري على أن يقوم بمثل ما زعم أن بن سلمان قام به بخصوص خاشقجي في حق من؟ في حق الطهاري، أحضر راسك الطاهر الطهاري أبو الحياء، في حق أمير دي زيد، في حق شوقي بن زهراء، وهذو اللي عقلت عليهم ممكن شي اسم آخر أو أسماء أخرى. ذكرهم بالأسماء، قال لهم يلا آلي زيد آلي السي إبراهيم خصكم ديروا بحال بن سلمان. فأنا من هذا المنبر عبود ياك عبود مزيان، دابا خصنا نشجعوهم ولا غادي نتولوا غادي نوليو نتهموا بأننا نحظوا على سميتو علي، ولا نقولوا لا باش كديروا هذا الشيء، ولا وريه وريه ولا عما سيرو خليه، اش غدير مع هذا واش غدير؟ كيس كي تيفا في رافيك سولويلا والد كبير والد كبير، تحياتي لطيف الله يحفظك من عمي. التصفية الجسدية من عمي والله العظيم التصفية، يعني قال لهم يجب أن يصفوا جسديا، قال لهم يفترض أن تثأر الدولة لكرامة الشعب الجزائري بكل الوسائل المعقولة وغير المعقولة أيضا، يعني حتى غير المعقولة اثأري أيتها الدولة، هيا أيتها الدولة اثأري من أجل كرامة الشعب الجزائري. نسى سقلاب، سقلاب صاحبه التربية ديال البنديسيين، سقلاب صاحبه داي اثأري. تخيل معايا دابا مصطفى بوسبير بهذه التدوينة يظهر أن الجزائر رزئت وأن الشعب الجزائري قد رزئ، يعني إمتى كيوقع الثأر؟ إمتى كيوقع الثأر؟ حين يرزأ أحد في عزيز لديه، الثقافة نتاع الثأر داكشي نتاع الصعيد وداكشي نتاع المجتمعات ديال 1900 ونوضو ترقدو، شنو هو الثأر؟ الثأر هو شي واحد كيدير فيك شي شي غزية شي غزوة وانت خصك تثأر. يعني هذا العابط الغبي يعترف على أن الدولة الجزائرية رزئت في شعبها ولم تستطع أن تحمي شعبها من أفراد معينة كيديروا التيك توك. تخيل معايا دابا ولا الطاهري حسب بوني في العابط الغبي يزعج دولة سميتها الجزائر العظمى أقوى دولة في المنطقة. تخيل معايا دابا أمير دي زيد يعني كيزعزع الأركان تاع الجزائر، وشوقي بن زهراء كيبول شنقريحة سروال، هكذا يقول هكذا يعبر هذا العابط الغبي. اش كنقول لكم راه باقي ملي كانوا كيقولوا المخزن قولوا المخزن كبير المخزن قوي، تقول بوريطا بوريطا وما ادراك ما بوريطا، ولكن تقول لي انا شوقي بن زهره كيزعزعك؟ شوقي بن زهره كيزعزع دوله؟ لا لا فعلا الدولة مزعزعة بن عمي، مزعزعة لدرجة أنه السي عبد المجيد اضطر للقبض بيده على يد قيس سعيد، وهذا هو الخبر الثالث. تخيل معنا، تخيل دولة الجزائر بقلة ما كاين معاه من دير شي حلف ولا تحالف ولا تعبر عن ود ولا صداقة، بقى لها قيس سعيد يشدلو في يديه. رسالة للعديان، كحل 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 يا جدك كحل اليد في اليد وغادي نحرطوا البلاد. يا ودي العباط تلاقاو فيها دوك الجوج وقسموا بالليل تلاقاو فيها. يا دابا شد اليد في اليد غادي زعما كيس كيزيك زعما كيس كو تي فو دير بار سا السي السي تبون زعما نحن على معنا ايه الناس تشد اليد في اليد مع شيرين مع بايدن نقولوا حقا بيض النار فيه الزهايمر خفتي لا يطيح تشد يديرو في يديه مع ماكرون. ايه ماكرون ما كيشدش في اليد نسيت ماكرون عنده بلاصه اخرى كيشد فيها ويطبطبوا فيها. مشكله. اذا بقى لك السي قيس سعيد، بقى لك قيس سعيد مزيان 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 قيس سعيد شدو في يديه وكذا وهذه حنا غنتخلعوا، حنا ملي غنشوفوا قيس سعيد شد في اليد نتاع تبون وغادينا كذا واثق الخطوات يمشي ملكا
واثق الخطوات يمشي ملكا. نسيت التتمه. قيس وليلى. ايوا قيس وليلى، ولكن دابا قيس حنا عرفناه شكون ليلى. خصي جاوبنا مصطفى بوسبير. إذن الإخوان رجعوا عند مصطفى بوسبير، عاد نجيو عند السي عبد المجيد. مصطفى بوسبير فعلا يعني يثبت على أن الجزائر مقروصة من ال 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 شنو هو حتى تاع قطر، تاع واش تاع قطر، شد في اليد حتى تاع قطر. مزيان مزيان مزيان، وخليه يبقى شد فيهم مزيان. هو شوف هي هاي غدا تعطيو شي مطار، هذاك الشيء اللي بان لي، غيعطيو الموانئ، غيعطيو الميناء ديال بوسعاده، غادي يعطيو له، يعطيو له الله العظيم بالله. راك شباب اليوم أردوغان بخير، أردوغان كاين شي غبره كاين شي يا ودي اخي المؤثر التيك توك اللي بغا يدير الحوارات المغربيه الجزائريه، السيد حتى كيسطر عليا كتبان لي ديما راه يلاه تستوعب داك خوتك الجزائري. انا عارف زعما لو كنت كتناقشنا غير حنا ما غتضرب لا غبره لا حتى شي حاجه، ولكن باش تستوعب البيستاش مع الخوخ مع مصطفى بوسبير مع هند، خصك ضروري تغبر. الطريقه الوحيده باش تحافظ على 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 على, 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 على راسك يعني، باش ما تطيحش ولا يبقى لك شي مشكل. والله والله انت لاباس عليك شويه كتضرب السطوره، ولكن اللي الاخر كيتقرقب. انا عاد فهمت كيفاش كتستوعبوا داك العبط عندكم في الجزائر، ماشي شي التوازن تماما من اختي امازيغيه. والله العظيم اللي خصك تقراها في اطار يعني كيفاش هاد الناس هادو دابا اللي البيضه مونامور اللي واللي محنسر القرقوبي، كي غادي انت تستوعب دابا انت مصطفى بونيف دابا عرفت الله كي غادي تستوعب، ودابا انت غتفرج باش تحس بان الجزائر قوه ضاربه، وغتفرج مصطفى بوسبير بغيتي تحس بان فعلا الدوله ديالك يعني راها قويه جدا. هي ملي غتفرج ها هو شوقي بن زهره جاه. شوقي الله اخويا شوقي ها وباغيين يثأروا من شوقي يا صاحبي، مصطفى بوسبير باغي يثأر للشعب الجزائري من شوقي، الدوله خصها تثأر من شوقي، شوقي مزعزع دوله، جوج دي مليون كيلومتر مربع شوقي زعزعتيها بسخوط الوالدين. احتراماتي للوالدين ديالك، غير هذه في اطار التعابير المسكوكه المغربيه اللي ما خصهاش تبقى في الحقيقه. ها جوج دي مليون كيلومتر مربع زعزعتيها، تحياتي، زعزعتي الاركان والرئيس الاركان والاسانسون والاستراسون والاسبانسون شوقي باللايف واضح مسكين، شوقي واضح وقليول راه بحالي غير راه طويل عليه، قليول راه رقيق مسكين حتى هو بحالي هكذا عيني خضر ودور وكيضحك وغادي وكيضحك. اي يا بنتي اها الماسونيه زيد مع من متحالفه مع الصهيومه مايونيزيه، اي اش غيديروا باغيين يطيحوا الجزائر مع من؟ مع داك الشيء ديال القصامه والقجع وبوريطا وابرنوس وهو كيقول اه والله العظيم شي نهار يحمقو مسكين. دابا باغيين ينتقموا منه يا لطيف، دابا تخيل توقع لهم شي حاجه هادو، اش كنقول لكم هذا راه مصيبه، هذا مصطفى بوسبير هاد بونيف هذا. واحد سليم واحد سليم 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 وشوقي الا كنت ديسبونيبل طلب قاس نسقسيك شويه على اخر على الاحساس ديالك وانت مهدد. المهم الا كنت ديسبونيبل طلب جيست شتي داك الاسئله ديال داك الاعلام العابط، ما هي كيف تحس وقد فزت بالكاس؟ نسقسيك برك. ايه وعاد قلت لكم دوغان مسكين دابا دوغان باغي يلعب فيها فهمتي دبلوماسي وكذا وهذه فهمت، وكي اضطر النقاشات الجزائريه الجزائريه والجزائريه المغربيه فهمت، والفلسفة وكذا وهادي، وهو مسكين إلا ما نفحش ما يقدر يدير والو. الغبابرة جدك إيوا سعداتك أخويا كاين الغبابر فهمتي، والبوبري يعطيو له تما البزور
مخلط مع السيليسيو والقرقوبي باش يلا يقدر يستوعب تبو.